تعالوا نشوف في الدقهلية أيضاً إمبراطورية الباعة الجائلين. بقى الجائلين بتعمل مشكله في المرور، لان هم ملهمش مكان يقعدوا فيه، هيروحوا فين؟ واحد بياكل عيش وقاعد في مكان هشيله ارميه فين؟ فغصب عنه بيقف وبيعمل مشكله في المرور. انا دلوقتي راجل معاك وراجل تعبان، وبجيب لي قفصان طماطم ابيعهم، بجيب لي بطيختين ابيعهم عشان استرزق منهم، يغنوني عن الشحات او امد ايدي لاي حد. يجوا يجروا ورانا ويبهدلونا ويرموا حاجتنا ويعملوا لنا محاضر ويعملوا لنا دي ويعملوا لنا دي، والحكومه تيجي تقبض علينا واحنا واقفين على فرشين. الباعة الجائلين لو احنا سيبناهم في الشارع بنفس الطريق بيؤذوا اكتر، بيؤذوا البشر، بيؤذوا المرور، بيؤذوا المشاة على الماشيين على رجليهم. طيب يتوضع لهم قانون، يجب يتوضع لهم قانون يحمي ما بين الحكومه وما بين الباعة الجائلين، هم لهم حقوق وعليهم واجبات. كل بياع فارش وسايب 3 4 متر سايب شارع يعدي عربيه وراه، ويجي مواطن معدي البياع عايز يشكل معاه، ليه؟ بعيد اللي تزوق بتاعنا. روح شارع باتي ما قافل في بعضه كده الناحيتين، كل محل حاطط برميل، حاطط حاجه حاجز بنص الطريق، الطريق من المحل للمحل حوالي 4 متر، هم مقفولين ما فيش الا متر بس الناس رايحه جايه فيه. لان الكشك صغير وكل واحد له واسطه في البلد، مجلس المدينه بيتصرف له بناء على الواسطه بتاعته، اللي ملوش واسطه بيدعك وشه في الاسفلت. فاحنا بنطلب من رئيس الجمهوريه ان يوجد لنا حل، في اماكن في البلد واسعه كتير ممكن تحل لنا مشاكلنا ونبقى ملتزمين. احنا بنطلع بره، واما بيجي لنا مجلس المدينه بنخش جوه، وبعد ما المجلس يمشي بنطلع تاني. ليه؟ لان ما عنديش مكان اقدر اتصرف فيه. الحملات اللي بتقوم على مستوى شربين او مستوى الجمهوريه بتنص على حاجه معينه، ان هم ياخدوا جنب بقى. المشكله اللي هم بيعملوها حاجه واحده، ان هم بقى تاني بيرجعوا تاني لايه؟ لمكانهم الاولاني. اكيد طبعا الشوارع بتكون لحد ما خاليه، طبعا بتساعد في سهوله حركه المرور طبعا يعني. بس طبعا دي ازمه على مستوى الدوله موجوده، بس لازم يبقى لها حل. بتوع مجلس المدينه يعني هم بيعملوا لنا محاضر بيئه ومحاضر اشغالات طريق، واحنا اغلبيتنا متضررين كتير. الحل ان هم يشوفوا لهم مكان يتحطوا فيه، في اي مكان يعني، محلات زي اللي بره ديت حضرتك كده يعني. زي ما قلت، علينا أن نوازن ما بين الحفاظ على هيبة القانون والنظام العام وعدم تحويل الشوارع إلى أسواق عشوائية فوضوية، وما بين عدم قطع أرزاق الباعة الجائلين وأن نبحث لهم عن أماكن بديلة مناسبة